تغريدة ثالثة من حساب الفنانة رحمة رياض، تقول فيها: يالله شقد العلا جميلة وجمهورها أجمل، شكرا لحظات العلا، سعد جدا بهذه الدعوة وزيارتي لمدينة العلا التاريخية وسط هالصحراء الساحرة، ألهمتني كثيرا بمواقعها الأثرية، وأيضا تشرفت بوقوفي على مسرح المرايا برفقة أساتذة الموسيقى الرائعين. كلمات جميلة جدا عبرت فيها رحمة رياض عن إعجابها بمدينة العلا التاريخية والتي شهدت حفلتها مع عدد من نجوم الفن، ونتمنى لكل الفنانين اللي يقدمون حفلاتهم في العلا التوفيق والنجاح. أنا روحك أنا قلبك أنا ماضيك والحاضر، وأنا اللي مقدار بلياك، وحبك حب مو معقول، أجيب العالم اللي عندك، العالم كله بين يديك، وسوي المستحيل لخاطرك، احجي حبيبي وقول، احجي حبيبي وقول، تعرف نهر دجل الحلو لو عنا احجي لك، النهر هذا توأمك يشبه تفاصيله، أني كورك أني صوتك أني أهلك أني ناسك، لو ببعد نقطة انت وصل احساسك.